لمدة 3 أيام فقط عروض في أسواق القبائل بولاية بهلة، اليوم الخميس والجمعة والسبت، يعني من تاريخ 4 إلى 6 يوليو. أقوى عرض على أحذية البنات، تخيلوا أنه ب 525 بيسة، وبالنسبة للنساء بكم؟ بريال و50 بيسة. جماعة الخير، بطانية كينج سايز مال شخصين من 10.5 ريال أصبحت ب6.825 ريال. حقائب نسائية منوعة أصبحت ب1.945 ريال. ويا سلام على ملابس البنات، أنواع وأشكال، كل هذا القسم عليهم تخفيض 25%. يا أخوات ما نسيناكن، شوف هذا الملابس كلهم عليهم تخفيض 35%، وبعضهم عليهم تخفيض 25%. وهذه بعد مجموعة غيرها، ما شاء الله أنواع وأشكال كثيرة. على بالكم الأولاد نسيناهم؟ شوفوا هذا الصوب كلهم ب3.150 ريال، والقسم الثاني 3.990 ريال. صحيح بأن العروض قوية، لكن انتبهوا تراها لمدة 3 أيام فقط. 20% تخفيض على حقائب الرحلات، بروش 210 ريال، زيلة الزبالة وانتم بكرامة ب1.50 ريال. جماعة الخير، هلا كان ما عليهم تخفيض، لك لعيونكم سوينا تخفيض، تخيلوا بأنه 2 في 3 3.500 ريال، و3 في 3 ب4.5، وبقيته 3 في 4 ب6.5. يا حبيبي، والصندلة اللي قلك عليه ضمان 8 ساعات، عبيها ماء ساخن، إذا بردت رجعها، وبكم؟ ب2.835 ريال. والأشكال أنواع وأحجام. ورق ساندويتش 2 مع بعض 685 ريال. أكياس الخضار واللحوم، هذا 1.5 كيلو، ما كيلو، 1.5 كيلو ب1.50 ريال. يا سلام على الحركات، صراحة عجبتني، يعني شنطة مع علب البهارات وبأحجام مختلفة، 200 حبة، كوب بلاستيك ب420 ريال، وبغيته 150 كوب شاي 370 ريال. يا أخي عاد ما سعر، 4 كيلو سفرة أو أكياس بلدية ب1.480 ريال. اللي رايحين صلالة يقول لك عرضهم إلى الأرض، صور أنه هذا كرسي شوف محلاته ب2.100 ريال، وهذا الكرسي ب1.735 ريال، وبغيتوا أنواع الكراسي والأحجام متوفرة عندهم أنواع وأشكال. أما هذا يحل إزمة، طقم من 4 أحجام كول بوكس ب4.200 ريال، وبغيتوا طباخة الرحلات ب2.100 ريال. أما هذا سعر خاص لفرع بهلة، يا جماعة شدة ماي 24 علبة 350 ريال، وتعال شوف وتشوف.